كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الوضعية الوبائية بالضبط هذه الأيام الأخيرة تعرفوا انتشار كوفيد فيروس كورونا كوفيد 19 بشكل مهول، حيث زادت الأعداد. وحنا كنعرفوا بأن بالنسبة للمستشفى واحد هو المستشفى الإقليمي الحسني، وهو اللي هو مستشفى قديم، أولا مستشفى يجمع إقليمين، إقليم الحرب والدريوش بطاقة استيعابية محدودة، اللي كان في القدرة الاستيعابية ديالو محدودة، يعني في الأيام العادية ما يقدرش يستوعب يعني الحالات العادية من غير كورونا قبل كورونا. وما أدراك يعني بالحالات اللي تزادت كورونا ديغنيغمون مؤخرا، اللي وصلت أحيانا أكثر من 100 حالة. إذا كاين مشكل ديال التحاليل أولا، ثم مشكل ديال مواكبة الحالات الحرجة، من خصوصا من ناحية ديال سميتو، من ناحية ديال الأكسجين، ومن ناحية ديال التنفس الاصطناعي خاصة. لذلك فحنا كنتمنى تكون واحد المبادرة وواحد الالتفاتة، وتكون مبادرة على أساس إبدار شي مستشفى ميداني ضروري، وهذه حالة استعجالية باش إبدار شي مستشفى ميداني إن شاء الله. السلام عليكم، تواريخ تاسي مهرجي كتان دي سبيطان نظر الحسانية نوزون شان سبيطار نغني نتتاني الوزير الصحة داخل سبيطار مني غير حني مهراش نتتاني وكشي جيت واخ وكشي جيت داني تا شغريت معنا يو تواريخ التاسي قمانين قوس سنة التاسي مهراشي قيم نواتي في المني غداوان ونزعما نتتارس داخل سبيطار زعما مريه ذاتنا عبي العالمين وتقاذي أيوز فاطمة اليوسفي من ناظور. المشكل اللي عندنا في الناظور مشكل سبيطار ولا مستشفى الحسني فيه الاكتظاظ بزاف، لان جميع الامراض كتجمع في واحد المستشفى، خاص يكون مستشفى ميداني، يكون مستشفى ديال الطوارئ، يكون بعيد على المستشفى العادي، على الامراض العاديه ولا الامراض يعني مش يعني امراض ما كتعاداش، لان واحد المرض كيتعادى كيدوز مع الامراض اخرين مع المرضى اخرين. لهذا انه هذا الاكتظاظ هو اللي سبب انتشار كوفيد 19 بواحد السرعة مدهشة، والأغلبية كيتوفاو لأن الأمراض المزمنة كتأثروا بديك كوفيد 19، ولاش هو يعني السن، الواحد اللي عنده كيخدم في السن 65 عام كانوا كيتأثر. الأعمى بيد الله، حنا ما كنقولوش أن كورونا هي اللي كتقتل 100%، ولكن داك الاكتظاظ وداك يعني معاملة ماشي قتل تماك، يعني بزاف المسائل نقصانة خصنا بزاف يعني باش تكون الاحتياطات لهذا المرض باش ما ينتشرش بواحد السرعه يعني مدهشه. خص يكون واحد المستشفى اخر يكون ميداني، مرض معديه يكون عندها مستشفى ديالها، ما يكونش مع الامراض الاخرى ولا مع الولاده ولا مع الاطفال ولا مع الاختصاصات. غنغجي المشكل ثاني تاتي النظر، غنغطس الوباء الحالات زي 100 سنج. نتمنى زي المسؤول زي وزير الصحه ان شاء الله، بعدا نتمنى بعدا زي المدير المستشفى الحسني هذيك يجي البلاغ الوزير الصحه قال راه جلو وباء تحت كثار هذا نيتاتي قال راه المشكل دونك قال ندير هندي النظر. نتمنى هذيك يجي المستشفى الميداني بعدا ما نغ بعدا الدواء شويه ودا قال راه المشكل دونك قرن والسلام. بالنسبه للمستشفى الحسني الاستاذ المحترم قاتمان ندير ني مهرجه الطاس من سرغاي وذنقان حدث قعاد الدنيا الطاس انت ترزي السلطات انت ترزي زي العامل الاقليم النظور هذه غزال هذه دخل داري مشى المستشفى غبار مستشفى ميداني اتولي قغان خرج شي الفاميليا غان الوالدين نتبو غسل نخسرن شي تندي انت غادي يمشي شنو فين الدم مره شنو فين الدم يجي المره ديال المغرب مثلا اللي كنعيشوها في الاونه الاخيره كنشوفوا بلي اللي عدد الاصابات كتكثر وكثير من الضحايا وكثير من الحالات الحرجه. كنتمنوا من المسؤولين وكنلحوا انهم يدعموا المستشفى الحسني وبالاطر وبال يعني بكامل المعدات التقنيه اللي كيحتاجها المستشفى، خصوصا ان المناطق المجاوره كما كنشوفوا المناطق المجاوره كلهم كيقصدوا المستشفى الحسني. وفضل هذه الاوضاع يعني حتى المواطن المغلوب عليه باش يستافد من هذا المرفق العمومي. وكنتمنوا السلامه والصحه والشفاء للجميع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.